Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brinsa Kitchen. اليوم راح نديرو ان كيك مغبغي. نسحقو 175 غرام سكر, 175 غرام فارينة, 20 غرام كاكاو, تلت حبات بيض, 5 غرام تاع خميرة كيميائية, يعني نص ساشي, مغرفة صغيرة تاع بيكربونات, ومغرفة صغيرة فانيليا, وخمسين غرام زبدة تكون طرية دو بريفيرونس, وخمسين مليليتر حليب, ومية غرام زيت. نسحقو تاني مولا كيك دو بريفيرونس نديرو له ورق الطهي باش ما يلصق لناش. الكاتو كي يطيب ونبداو بالبيض, نحو بياض البيض وحده ونديروه دو كوتي, ونحطو صفار البيض مع الحليب والسكر ونبداو نخلطو بالبيتران ولا افيك ان باتور حتى لا باز ال دوبل دو فوليوم وتولي موسوس. من بعد نزيدو الزبده والزيت ونعاودو نخلطو تاني بيان كوم يلفو. الزبده ماذا بيكم تكون دايبه شويه باش ما ديرلكمش لي كرو. نزيدو لا بانسي دو سيل, سي تري امبورطون ما نسوهاش, ونكملو مع كاع لو ريست نتاع لي زانغريديون تاعنا. المقادير كاع نزيدوهم, نبداو نطلعو في لي بلون اون نيج وحدهم بياض البيض, وافيك اون ماريز نخلطو لا باتا غاتو ونزيدو الفرينه غير بشويه. اون فوا ما طلعو لنا لي بلون اون نيج بيان فيرم, نبداو نخلطو فيهم بلا ماريز مع لا باتا كيك بلا قلبرك بور نو با كاسي لي بول دير. نقسمو لا بات اون دو ونزيدو في وحده لو كاكاو ونخلطو بيان توجور بلا ماريز, ونبداو على دون كويير نحطو شوية لاباط شوكولاتي هكا 3 كويير, ومن بعد في الوسط نسيباروها بلاباط بلانش, ومن بعد فوق لاباط بلانش نحطو بات شوكولاتي, ومن بعد نحطو قدامها لاباط بلانش كيما راكم تشوفوني هكا باش نديرو لو كيك مع بغي تاعنا. وابخي نجيبو ان كوردون ونفوتو هكا بلا بات كيما راني ندير بوغ افوار ان جولي ديسان. نطيبو لو كيك على 180 درجة لمدة 30 دقيقة. اي فوالا, رانا لحقنا لافان دو لا ريسيت. جيسبر تكون عجبتكم ويكون راح تسيوها. سيغتو بيان ايفيدامون لو كيك خلوه يبرد قبل ما تقطعو دي مورسو, قطعوه بالموس نتاع الخبز اللي فيه السنان باش ما يتفتت لكم. تنساوش تخليو لي ام تي لايك لا فيديو, ابوني فو الى مازال ما اشتركتوش في القناة, ونتلاقاو دون زي نوتر ريسيت.